سجلت المصالح الفلاحية بولاية توزر اليوم الصباح وصول جحافل الجراد الصحراوي إلى كل من حزوة وشبيكة ومحميد دغومس من معتمدية دقيش قادمة من جهة رمادة، وللإشارة فإن الأسراب تشكلت بغرب إفريقيا ثم اتجهت إلى غرب موريتانيا وجنوب المغرب والجزائر وليبيا ثم تونس. وقد أعدت وزارة الفلاحة الاحتياطيات اللازمة لحماية الوحدات بقبلي وتوزر، خاصة أن صابة التمور ما زالت معلقة في عراجينها، ولذلك تكونت فرق للمكافحة الميدانية التصدي للأسراب القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسراب الطائرة اللي تضم عشرات الملايين من الجراد تنجم تقطع مسافة 150 كيلومتر يوميا باتجاه الرياح، وسرب صغير من الجراد الصحراوي يكن نفس كمية الغذاء اللي يتناولها نحو 5000 شخص يوميا.